راسي المهرجانات الصيف للصيف 2012 بجونيا رح نتعرف عليهم مع السيدة زينة فريم. مساء الخير زينة. تفضلي زينة فريم، اهلا وسهلا فيك. من الاخر يعني اليوم باطار مهرجانات الصيف وتحديدا مهرجانات جوني مستقبلينك، بس كمان كان لازم نستقبلك بعيشين سوا. تحيه كثير كبيره كمان لزوجك. زينة خبرينا شوي اكثر اليوم عن مهرجانات جوني. دائما كنا نسمع مهرجانات جوني، بس تقريبا اذا بدي احكي 3 سنين لورا او 4 سنين لورا، واذ مهرجانات جوني صرنا عم نشوف فنانين عالميين على ذات الليفل تبع بقية المهرجانات، وهون عم بحكي عن بعلبك، عن بيت الدين، يعني عن هول المهرجانات الكبار يلي موجودين بالبلد، صرتوا من البيج بلايرز. مزبوط، صرنا ولحسن الحظ انه نحن بسنة واحدة تصنفنا فئة بمهرجاناتنا. لانه وعينا واكتشفنا انه جونيا إلى حق تكون من المدن الكبيرة يلي بتقدر تستضيف فنانين عالمية تنقدر نعمل مهرجان البلد كله يستحق يجي يحضروا. أكيد. السنة مين رح يكون فيه؟ السنة رح يكون في شارل أزنافور ب 6 جولاي. حلو كتير. ورح يكون في عنا كريس دوبرغ ب 8 جولاي. حلو كتير. مستغربة كيف تصنفته في ألف. لا بين أزنافور وكريس شو بعد بدنا يعني. لا وبعدين ما في شك إنه أكيد نحن قلنا الشرف إنه يكون في عنا شارل أزنافور وكريس دوبرغ بجوني السنة، وهيدا شيء فخر كبير لقلنا. بس ما في ما لازم ننسى اللي انعمل هديك السنة بجوني، والفستيفال الكبير وكونسيرت تبع ست ماجدة رومي أخذ ضجة رائعة بلبنان، وهو اللي وصلنا حتى نقدر نوصل ويصنفونا من وزارة السياحة من أول سنة في آآ، وهيدا شيء منفتخر فيه كلنا. السنة رح يكون في بس 2 ايفنتس ولا رح يكون في كمان اكثر ايفنتس بس رح يكون على نطاق اصغر؟ رح خبرك عن مهرجاناتنا اللي منتميز فيهم هالقد. نعم. لانه منقسمهم على شقين، منقسم الشق الاول يلي هو مجاني للعالم، والشق الثاني يلي هو غير مجاني. منفتتح المهرجانات ب 29 حزيران بالخبر العاجل اذا بدك سميه، يلي صار الفاير ورك اللي عم ينعمل بخليج جوني، وهو اكيد هيدا شيء مجاني للكل. كمان عم نسلط الضوء على على سوقنا القديم وعلى بيوتنا اللبنانيه القديمه اللي هي بتشكل تراثنا اللبناني الاصلي، وهون بقلب شارع جوني على 3 ليالي بهالويك اند اللي هو ب 29 30 واول تموز رح يكون في عنا ليالي لبنانيه بسوق جوني القديم. حلو كتير. رح نشوف شريط مصور صغير رح يلخص اكثر مهرجانات جوني من تبعه سوا. برنامج رائع. زينة مين بينظم مهرجانات جوني؟ مهرجانات جوني الدولية بتنظمها جمعية اسمها أصدقاء المدينة بالعربي، فليبوليس بالإنجليزي. تكونت فليبوليس من سنة بالضبط، وهي كان كل هدفها إنماء
المدينة، مش بس مدينة جونية، بس نحن مبلشين بجونية كونا من جونية. وهدفنا الأساسي بلشنا فيه الإنماء السياحي. برافو، نحن بدنا نقول لكم ألف مبروك لمهرجانات السنة 2012، وإن شاء الله دايما خليج جونية تعودنا على أنه كل الإيفنتس بيكونوا موجودين هونيك، ودايما كل الأشخاص بتلتقى بخليج جونية. أنتوا راح بركي تجذبوا كل الأشخاص إن كانوا موجودين على كل الأراضي اللبنانية وحتى السواح يجوا ويقعدوا على خليج جونية ويستمتعوا بأهم الفنانين يلي راح يكونوا موجودين ضمن مهرجانات 2012. السيدة زينة فريم، شكرا كثير لوجودك معنا ليلى، وجود لك لك مهرجانات 2012. ميرسي بوكو، ثانك يو.